اكيد جلزار الحديث اكثر بخصوص هذا الموضوع. نورتنا داخل الاستوديو ايناس المحامي، معالجه الطب التصنيفي الشعوري والعضوي النفسي الاولى في العراق، حتى نسولف فيها اكثر بخصوص هذا الموضوع. اهلا بيك، نورتينا. اهلا بيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك، شكرا جزيلا. اهلا بيك. طبعا احنا اليوم موضوعنا كلش حلو، واكو ناس كلش يعني مهوسين بسالفه الالوان. انا اليوم هذا اللون عندي مقابله لازم البسها فعلا. اكو هذا اللون لا لازم اتجنبه لانه هذا اللون تجيب لي شلون نحاسيه واني ما احبه. فاحنا نريد نعرف شنو هي الاساسيات وشنو هاي. اكو تحديدا اربع الوان اساسيه، وليش اربع الوان؟ اول شيء ممتنه لانه على الاستضافه مره ثانيه هذا البرنامج الحلو. شكرا. ثاني شيء القشرة المخية للإنسان كبيرة جدا، فثلثها مخصص للرؤية، لذلك جو علماء النفس حتى يعرفون انعكاس الألوان على أنفسنا، جو اختاروا موضوع بما أنه هي القشرة كبيرة، فإذا القدرة على التحليل والانعكاس تكون أكبر. نعم. فاختاروا الألوان حتى تعكس المشاعر اللي عندنا. كل لون له انعكاس في داخلنا، كل لون يحفز شعور في داخلنا. طيب احنا راح نحكي عن كل الالوان وشنو هي طاقتهم او شنو الدلاله لهذا اللون، ولكن انا حابه اعرف من عندك انه بالفتره الاخيره قمنا نشوف هوايه يقولون من المشاهير انه اذا انت اشتريتي جزدان باللون الاحمر فهذا راح يكون دائما جزدانك مثلا بفلوس، ودائما راح يجيك مثلا خلينا نقول تجيك فلوس يعني دائما وما راح يبقى فارغ. واكو اللي يقولون انه بما انه جلزار لابسه النمري طاقه الثراء، هل هذه الالوان فعلا تدل على هذا الشيء اللي احنا سامعين به؟ الالوان هي عباره، كل شيء في الكون عباره عن موجات، احنا كلنا عباره عن موجات، هاي الموجات لها ترددات تاثر بينا بشكل كبير. اللون الاحمر او هاي الالوان تثير في داخلنا مشاعر النشاط، التحفيز، الاثاره، اصلا الناس اللي يعشقون اللون الاحمر هم الناس اللي معيارهم بالحياه النجاح. اي وظيفه تنطيه اياه راح يتميز بيها، يحب يقود الفريق، فعنده موضوع الثقه بالنفس عالي، فما دام هاي كلها متوفره اذا المال راح يجي. حلو. والنمري هل هو فعلا هذا الشيء؟ هل فتره نسمع يعني عفوا بالمقاطعه، هل فتره نسمع وصارت كلش هبه انه اللون او الشكل النمري تجذب طاقه الثراء، هل فعلا هذا الشيء لو هي مجرد هيك يعني خلينا نقول مبيعات انه واحد يريد يبيع هالشيء فعلا لانه صارت ترند وراها انه يعني هذه النقشه والفساتين شفتيها هوايه والتنانير قلتيها هي ترند. أي. اول شيء هو يعني كطاقه هذا الحيوان هو فعلا يعني طاقه عاليه، هو عنده صفات عاليه، فهم اعتقد نسبوها بهذا الشيء يمكن فعلا فعلا. بس انه اذا نجي الى سيكولوجيه الالوان، الالوان هي ايش تعكس في داخلنا. العلماء صنفوا المعايير الاربعه للبنى التحتيه النفسيه للانسان، انه احنا عندنا اربع مشاعر هي متحكمه بحياتنا. اولها الحريه، الامان، التقدير والاحترام والمكانه، والثقه والمهاره. فجوي سووا تجارب على 47 الف شخص، لقوا انعكاس هاي حتى يستخلصون الالوان الاكثر إثارة أو تحفيز للشخص، والألوان الأكثر عمقاً للإنسان اللي تخلي في حالة سكينة. يعني أبسط مثال لون السماء، اللون الأزرق اللي هو بلون السماء يعكس السكينة والهدوء والأمان التام فعلاً. لذلك ربطوا هذا اللون بإثارة أعمق مشاعر الطمأنينة الأمان. الناس اللي ترفض هذا اللون هم الناس اللي عندهم صدمات غدر، الناس اللي مشاعرين بالأمان، الناس اللي دائما ساخطين على الاخرين، الناس اللي محتاجه لعاطفه شديده. طيب ست ايناس، انا حابه اعرف من حضرتك، اكو ناس مثلا يفضلون لون على لون، واكو يكرهون مثلا الوان مثل ما تفضلتي انت. شنو هذا الشيء؟ شنو معناته؟ على شنو يدل من اني افضل لون على لون ومرات اكره لون ولا احبه، لا احب اشوف على نفسي ولا على اخرين؟ تفضيل الالوان او رفض الالوان دلاله على انه انا عندي فد مشاعر عايشتها. هذا اللون يعكس هذا التفضيل او الرفض. نعم. الناس اللي تكره اللون الاصفر، اغلب الناس تكره اللون الاصفر. نعم. مع انه هو لون يرمز الى حريه التغيير. نعم. الى التفاؤل الجميل. الناس اللي تكره اللون الاصفر الناس اللي عايشه مخاوف. هذول الناس دائما غير متفائلين، عندهم تقولي له المستقبل يعطيك توقعات سلبيه. عنده تعلق وخوف شديد
أن يفقد أهله، أحبابه، أصدقائه، وظيفته، يخاف ليمرض. فهذا اللون هو مجرد إجا ثار هاي المشاعر وخلانا نعرف أصلاً من كرهة أو تفضيل لهذا اللون هو شنو المشاعر اللي عايش فيها طول عمره. نعم. طيب استناس إذا ممكن تنطينا لمحة بسيطة عن كل لون وشنو معناه. إحنا عرفنا مثلاً هسه الأصفر، عرفنا السمائي مثل ما قلتي، والأحمر همينا. الألوان الثانية شنو يعني ترمز إلها؟ يعني هم صنفوا أربع ألوان أساسية وأربع ألوان ثانوية. نعم. الأربع الأساسية قلناها، اللون الأخير هو اللون الأخضر. اللون الأخضر يعكس التقدير، الاحترام، المكانة. بالمناسبة الألوان هي حبنا لجميع الألوان، هذا اتزان شعوري. تفضيلنا للون ورفضنا للون معناته أني غير متزن، أني أما أشعر بمشاعر غصب، يا أما عندي مخاوف دائما، يا أما أني أحس أنه أني غير مقدر، يا أما أحس أنه أني ما عندي ثقة بنفسي. فيجي هذا اللون يعرفني بالضبط أني شنو اللي دا أحس به. بعض الشركات تعتمد هذا الاختبار واختبار لوشر في مقابلة الموظفين، لأنه راح تكون كأنما صورة، ياخذ سكان لشخصية هذا الموظف وراح تعرفه شنو المشاعر اللي هو عايشها وهل راح ينفع لهذه الوظيفة أو لا. الألوان الثانوية أولها الأسود. الأسود أكثر الرجال يعشقون اللون الأسود، وبعض النساء اللي هم يعني حياتهم كلها عملية مهنية قاموا يلجؤون إلى اللون الأسود، لأنه لون الإلزام، لازم أحقق، لازم أسوي، لازم أنفذ. تمام. اللون اللي اسمه الماجنتا أو البنفسجي على هذا الوردي الطوخ، هذا لون التحول، لون الدهشة، لون الاستقبال، يحبوه أكثر الأطفال، بس الأطفال يحبوه. الكبار المنطقيين المادين اللي يحبون بس إنجازات، ما عايشين الاستقبال، ما عايشين الانسجام، هذولا يكرهون هذا اللون. اللون البني، اللون البني يعكس الاحتياج للراحة الحسية، هذول الناس دائما مجهدين. طبعا تفضيلي للون ورفضي للون مو معناته أنه أنا الشيء اللي دا أرتدي يوميا، لا، هو مجرد أنه لستة ألوان تطهي في هاي اللحظة، حب هذا اللون، كره هذا اللون، أكسلك بالضبط هو حالياً إيش دا يشعر. تمام. فالشخص اللي إذا أعطيتيه لستة الألوان وفضلك اللون البني، هذا عرفي أنه شخص مجهد ويتعب بسرعة وما عنده طاقة يتحمل مسؤولية. بعد عندنا البني والأسود والماجنتا، هي هاي الثانوية اللي أكسلش. حلو. طيب ست إيناس، مرات أكو ناس أو مثلاً إحنا نكون مركزين أو منتبهين على فد لون كلش معين، هل هذا يدل على إنه هذا الشخص مضيع شيء بحياته؟ أكيد. أكو شيء اسمه تفضيل تعويضي. نعم. بمعنى إنه أنا حارم نفسي من أربع مشاعر، مثل ما عايش حرية، أنا مغصوب، تمام، عندي مخاوف، أو أنا أريد دائماً الناس تقدرني وتحترمني وأحب أفرض كلامي عليهم، وأي رفض لرأيي أو متطلبات يعتبر احتقار إلي. هذول الناس اللي يرفضون اللون الأخضر طبعا. بعض الناس عايشين عدم أمان، عندهم صدمات غدر أو عندهم مخاوف أو يريد اهتمام زايد من الآخرين. نعم. بعض الناس يفضل اللون الأحمر عن سائر الألوان، يعني أنا ترى ماهر، أنا أحسن منكم كلكم، يحب الأضواء تكون مسلطة عليه، إنه أنا أحسن واحد بيكم. هاي الثقة يعني الزايدة حتوصلنا إلى جنون العظمة. فأنت معناه تحارم نفسك من أن تكون هي كأنما أعمدة أربعة تستند عليها النفس البشرية. فلما أنت ترتكز على عمود واحد، يعني أنت عندك ثلاث أعمدة هشة، ثلاث مشاعر أنت مشاعرها أصلا، مرتكز على شيء واحد. إذا هذا الشعور ضاع منك أو ما حد قدم لك إياه، فأنت راح تكون هنا، راح نجي إلى حالة جسدية مرضية. يعني خلينا نقول الناس اللي همنا دائما نشوفها مثلا سيارتها باللون الاسود، تلقين هدومهم باللون الاسود، حتى الاثاث اللي يختاروه بالبيت او مثلا غرفتهم، اذا هي مثلا هم ما عندهم بيت خاص لهم، تلقيه كله بلون واحد. هم ممكن يعانون من شيء او فقدان بحياتهم، مفضلين شعور عن الاخر. يعني عنده اهم شيء مثلا الالزام. هذا شخص اعتقد على الاغلب انه اهله من هو صغير علموه او انه يلزم ان يدرس، ان يحقق، ان يشتغل. فهذا بالعقل اللاوعي عايش حياته كلها إلزام في إلزام. فصار الشعور الطبيعي اللي عنده أنه لازم أحقق، ربط اسمه بأنه أحقق، أنفذ، أشتغل، أتعب، أدرس، فصار الإلزام طبيعي بحياته. طيب هو إذا يحب هذه الألوان ولكن ما يحب يشوفهم مثلاً أنه هو لابسهم أو يشوفهم مثلاً بأثاث البيت، هل هو همين عنده هذه المشكلة أو هذا المرض؟
لانه هو دي يحب هذه الالوان، يحب يشوفها مثلا لما مثلا شخص يكون لابس هذه الالوان يقول له لا يقلك اللون، اللون حلو كلش، ولكن هو ما يتقبل على نفسه. همين يعاني من هذا المرض؟ لا، او يكون عنده مثلا مشكله؟ هو لا، هو هنا عنده اتزان شعوري بس عنده تفضيل. احنا كلنا نفضل دائما شعور واحد. اكو ناس عندها اهم شيء حريه التغيير، اكو ناس تحب الانسجام بالعلاقات. اللون الازرق النيلي هذا يعكس الانسجام والموده. عباءه السيده مريم كانت اصلا باللون الازرق لانه يعكس موده، انسجام، محبه. فهذا الشخص مثلا يفضل الامان، الهدوء، السكون، الطمأنينة. بس أكيد الكثرة من عدها يعني تحولنا إلى إدمان المشاعر اللي متعلقة بهذا اللون. أكيد فعلا. طيب دكتورة، عفوا ست إيناس، همينة حابة أسأل حضرتك، إحنا مرات من نفتح الكنتور نصفا نشوف شنو نختار من اللون اللي اليوم إحنا مثلا نريد نلبسه، شنو بمزاج سيء أو بمزاج زين. دائما يعني وحدة من هالناس مثلا أفضل أقول اليوم البس هذا اللون، ما اعرف شنو يوحي شنو او شنو معنى هالشيء، بس احب اني اختار هذا اللون. هذا هل له فد شعور معين؟ يعني اليوم اني مثلا حبيت انه اختار اجي للدوام البس لون الاحمر، هل هذا يدل على يكون انه شيء معين وياي، او انه اني مزاجي مثلا سيء او مزاجي زين؟ بالضبط، يعكس مزاجك اليوم ويعكس نواياك وشنو خططك لهذا اليوم. هل هذا اليوم انت عندك فد يعني خطة حتى تبرزين مهارتك بيها؟ هل عندك عمل اليوم موكل إلك لازم تأديه بمهارة؟ إذا راح تلبسين اللون الأحمر. هل اليوم أنت عندك مثلا لمة أو جمعة حلوة وحابة تعيشين في مشاعر بها انفتاح وبهجة وونسة، راح تلجئين للون الفواتح من الفواتح. فهذا يعكس بالضبط المزاجية أو النية، إنه أنت شنو نواياك بهذا اليوم. راح تختارين الشيء اللي يعكس اللي أنت تفكرين به حاليا. نعم، حلو. طبعا ناس شكرا لك، شكرا لوجودك ويانا، شكرا على هذه المعلومات. اكيد، شكرا لك. شكرا حبيباتي، شكرا لك.